نجم ريال مدريد يتحول إلى صيد الأسماك. قرر البرتغالي فابير كونتارو اللاعب السابق لريال مدريد والمنتخب البرتغالي التوجه نحو مهنة صيد الأسماك، وذلك بعد اعتزاله اللاعب رسميا. وحقق الظهير الأيسر السابق لقبي دوري أبطال أوروبا مع نادي العاصمة الإسبانية والدوري الإسباني أيضا مرتين، إلى جانب كأس الملك والسوبر الإسباني وثلاث ألقاب بالنسبة لكأس العالم للأندية، إضافة إلى الفوز بالسوبر الأوروبي مرتين خلال أكثر من 100 مباراة بقميص الفريق. وأنهى صاحب الـ33 عاما مسيرته نهاية الموسم الماضي بعد فترة قضاها مع النادي الذي تأسس فيه وهو ريو أفي البرتغالي. وكشف كونتارو أنه متفرغ لصيد الأسماك، وقال في حوار تلفزيوني: العمل في البحر ليس عيبا، إنها وظيفة مثل أي وظيفة أخرى، ليس هذا فحسب، فالبحر جميل ونحن بحاجة إليه. وأضاف: الأشخاص الذين يحبون البحر يحتاجون إلى تحقيق أحلامهم، إنها أيضا وظيفة للأجيال الجديدة. كان والدي يمتلك قاربا وكان يصطاد وأرافقه دائما عندما كنت طفلا. حياتي كانت عبارة عن البحر وصيد الأسماك. وواصل اللاعب الذي شارك أساسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الشهير بالعاصمة: كنت أعلم أن كرة القدم ستنتهي يوما ما، وأن علي أن أسلك اتجاها جديدا في حياتي، وسعادتي هي هذا القارب، وهذه هي الحياة التي أريد أن أعيشها. ونتمنى التوفيق للاعب ريال مدريد السابق ومسيرة موفقة في مهنته الجديدة ألا وهي صيد الأسماك.